بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. سؤال: امرأة انقطع حيضها ليلا بعدما انتهى نهار رمضان، ارتفع عنها الدم بعد العشاء مثلا، ولكنها ظلت مشغولة بعمل البيت، تجهز السحور، ترتب البيت، تغسل الآنية، ولكنها نوت في نفسها الصوم غدا لأن خلاص الدم ارتفع، ولكنها لم تتمكن من الاغتسال. يبقى إذن هنا هي كانت حائض، ارتفع عنها الدم الحمد لله وطهرت ورأت علامة الطهر بعد أذان المغرب، فخلاص كده تصبح صائمة، ولكنها لم تغتسل، انشغلت بعمل البيت، ثم من التعب نامت ولم تستيقظ إلا عند الظهر أو إلا بعد الظهر أو إلا عند العصر. فهل صومها صحيح؟ نعم صومها صحيح، ولكنها لم تغتسل. حتى ولو لم تغتسل، طالما أن الدم قد ارتفع ورأت علامة الطهر ونوت أنها غدا صائمة، يبقى إذن صومها صحيح، وعليها أن تبادر بالاغتسال حتى تقضي ما فاتها من صلوات، صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر، ثم بعد ذلك تبادر المرأة ولا تكسل. إن ارتفع عنها الحيض عليها أن تبادر إلى الاغتسال حتى تؤدي فريضة الصلاة ولا تنم عنها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.